كما يسرنا بهذه المناسبة أن يكون معنا عبر الهاتف من الكويت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع. مساء الخير دكتور، ونبارك لكم في دولة الكويت هذا اليوم الوطني والذي تحتفل به اليوم الكويت وهي تزهو وتزدهر. ما الذي يمثله أو يمثل هذا اليوم أو تمثل هذه المناسبة بالنسبة لكم في الكويت؟ شكرا لك على التهنئة، وشكرا هي البحرين ملكا وشعبا وحكومة، والتهنئة لكم أيضا لأنه نحن وأنتم الحقيقة واحد بالتأكيد. الحقيقة هذه المناسبة، هناك عندنا مناسبتان متتاليتان، 25 فبراير 26 فبراير. اليوم نحن نتحدث عن 25 فبراير وهو يعني اليوم الوطني 59 في هذه السنة، والذي يعني بدأ 1961 باستقلال الكويت عن بريطانيا في 19/6/1961، واختير 25 فبراير تقديرا للشيخ عبد الله السالم الصباح رحمة الله عليه الذي قاد الكويت إلى الاستقلال وإلى الحياة البرلمانية والدستورية. و 25 فبراير كان جلوس المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح. هذه المناسبة تمثل لنا الحقيقة السيادة الوطنية الكاملة والناجزة، وتحقيق يعني هدفنا بأن نكون دولة حرة، وكما الحقيقة ينص الدستور الكويتي، الكويت دولة ديمقراطية، وأيضا الكويت دولة ذات سيادة لا يجوز النزول عن أي جزء من أراضيها. نعم. الكويت أيضا جزء من الأمة العربية، وبالتالي الكويت الحقيقة يعني بهذا الاستقلال أصبحت إضافة بكل اعتزاز للعالم العربي. وأنا أعتقد أن الكل يعرف دور الكويت في شتى المجالات، سواء على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي أو العالم، وهي الحقيقة دائما وأبدا نصير للشعوب المضطهدة، وأيضا دائما تقف مع الحق. نعم. ويعني ها هي مواقفها التي يمثلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقدم كل أنواع الدعم والإسناد للقضايا العربية. نعم دكتور عايد، على مر السنين منذ الاستقلال وحتى اليوم تشكلت ملامح الدولة العصرية في الكويت بمؤسساتها، بكافة مؤسساتها، هل نتحدث أكثر عن هذا اليوم بهذه المناسبة؟ نعم، الحقيقة فورا يعني بعد الاستقلال مباشرة الشيخ عبد الله سالم رحمة الله عليه، قلنا أنه الاستقلال في شهر يونيو 1961، في 26 أغسطس 1961 أصدر أمر أميري بالاتجاه نحو إنشاء مجلس تأسيسي لصياغة الدستور الكويتي، وقد تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961، وأنجز الوثيقة الدستورية بالاستعانة بخبراء الحقيقة دستوريين من جمهورية مصر العربية، أنجزها الحقيقة في 11/11/1962، ووقعها المرحوم الشيخ عبد الله السالم دون أن يدخل عليها أي تعديل، وأيضا دعا إلى إجراء الانتخابات في يناير 1963، وبالتالي يعني الكويت دخلت المرحلة الأخرى وهي الانتقال إلى الحكم يعني الشراكة النيابية الرسمية. نعم. وإلى اليوم لله الحمد والمنة الكويت في هذه الوضعية، يحكمها دستور 62، والحياة البرلمانية مستمرة. نعم تعرضت لبعض المطبات ولكنها الحقيقة تجاوز ذلك. نعم. وللأمير صلاحيات كبيرة وأيضا للبرلمان صلاحيات كبيرة. الكويت الحقيقة دولة يعني حضارية متقدمة لله الحمد والمنة، ساهمت أيضا في تنمية الأشقاء قدر ما تستطيع سواء في الخليج أو في العالم العربي، وهي لله الحمد أيضا كما ترون يعني تزهو. نعم. بمزيد من التقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر. نعم، ونحن بدورنا نتمنى للكويت المزيد من التقدم والازدهار. من الكويت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع، شكرا جزيلا لك.